وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. آمنوا بما أنزلت. أنا لم أنزل أمرا غريبا عن منهجكم، فأنتم تعلمون صلة السماء بالأرض، وآمنتم برسول جاء من قبل، واحتفظتم بكتاب سميتموه التوراة، وأصبح فيكم قارئون للتوراة. قراءتكم للتوراة دي تخليكم تفهموا أن الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ما جاء بأمر يناقض ما عرفتموه عن الأديان. لو أنه جاء بأمر يعارض ما جاء عندكم كان يبقى لكم عذر أنكم متمسكين بإيه، ولكن الأديان كلها ملتقية في المقاصد الأساسية، ولا اختلاف إلا في القضايا الجزئية التي جدت في الحياة بأحكام. أما العقائد، أما الإيمان بكذا وكذا وكذا، فأمور لم نختلف فيها. وإذا كنتم قد صدقتم أن موسى جاء رسول، إيه اللي يخليكم تكذبوا أن محمد يجي رسول؟ إذن أنتم معترفين بمبدأ اتصال الأرض بالسماء بواسطة إيه؟ والرسول موجود عندكم في إيه؟ الذي يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوب عندهم في التوراة والإيه؟ والإنجيل. يبقى إذن في القضايا التي جاء بها الإسلام مصدق لما معكم، فليست هناك قضية أساسية من القضايا اسم فيها خلاف. صحيح فيه خلاف في أننا قد حرمنا عليكم أشياء أحلت لغيركم. إذن المبدأ في التحريم نشوفه ليه، ثم جئنا في التشريع فأحللناها. ليه؟ لأن التحليل والتحريم فبظلم من الذين هانوا، حرمنا عليهم طيبات إيه؟ إذن هي كانت حلالا لكم قبل. لا، ده آية تانية. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. كويس كده؟ إذن فما تقوليش في التحريم لما تشوف شيء محرم، ما تقوليش بتحرم ليه؟ لأنه قد لا يكون، لأنه ضار. ممكن تحريم تأديب. هو أنت بتحرم الولد من المصروف، هو نعمة بتديها له مثلا، أو تحرمه من لون من الطعام تقول ما تأكلوش مثلا من ده، عفر يجيب لأمه أي القوطة ولا الحاجة اللي هتطبخ بيه، فقال اللي عفر يجيب الحاجة دي ما يأكلش من الأكل. يبقى هو مش ضار هو لأي حاجة، إنما أنا ده من التأديب، من التأديب. إذن فالأمر المختلف فيه أمر حرم عليكم لسبب، هذا السبب غير موجود في الدين الجديد. إذا نظرتم إلى الأشياء الأخرى وجدتم فيه تصديق لما في هذا الكتاب، إلا أن يكون قد اختلف بسلطتكم الزمنية. يبقى أنتم غيرتم، يبقى أنتم إيه؟ ويبقى أنتم اللي غيرتوا بقى. إنما إن كنتم هتلتيجوا للقضايا كما أنزلها الله، لأن منزل التوراة هو الله ومنزل القرآن هو الله، وحاشا لله أن يتضارب ما نزل في القرآن يتضارب مع ما نزل، إلا أن يكون فيه كتاب قد إيه؟ قد حرف.